الشيء قاعد عندنا بال انت كاتيجو نفس الشيء عندنا في الاويج بارو ميتر كان تريج الفورت امين فورمتي هاي كامل ساترين يعني مولين رين مع اسس ودي عندنا بالسايد ايضا يبغى هذه هي وكان يكون البروسيس اللي تطور فيها في السلكتيف انه بوكي كوب على الامين وهذه النيتروجي رقم ثلاثة اويج رقم ثلاثة بدا التغيير فيها صارت اويج صارت ميثاي اويج صارت مين ثم ميثاي وهكذا هذا بحث عني تقول الله انه السلكتيفيتي اللي نعمل في الابديريشن اكشن وذلك انواع دوش فور بروف ثيرابي بالنسبه للسيلكتيفيتي حصلناها قبل شويه تعرف انه لو قارنت البوكيت من البيتا مع البوكيت من الالفا تعرف البوكيت من البيتا بينه كانه تجويف اكبر من البوكيت مع الالفا فبالتالي لو قارنت في بوكي جروب راح تجي على البيتا اكثر ما تجي عايش على الالفا ليش الان اذا كان السالب يتمول راح تحط معناه النورما عفوا السابتي رول تقدر تحط مع البيتا مع انه كلش كبير ما عاد تقدر تحط كيف البوكيت دي كلها هاي السايد سلام متبادلين نعم سلام متبادلين لا هاي هذا البريك يعني ستيل هذا اللي فرق ليس ستيل طبعا ممكن اذا سايد كلش كبيره ممكن تطلع من البوكيت ماين أكبر من فوق يعني تبقي يعني تطلع إلى خارج السيرفر شو ممكن تطلع خارج السيرفر لكن إذا عندنا مثلا نوردرينا اللي ما بينه ميثايل أصلا راح تتفق مع البيتا أكثر من الألفا أكو ملاحظات يعني مهمة جدا وهي أنه السلكتيفيتي بالجي بي سي آر مسألة ما تكون فقط على البوكيت اللي هو داخل الجي بي سي ار يعني انت الان حتى يصير دور عندك سلكت على الجي بي سي ار بدون جي بي سي ار اخر ما فقط شكل البوكيت اللي داخل الجي بي سي ار لازم يكون يختلف عن البوكيت الاخر ممكن يصير سلكت تصنع سلكت بوكيت راح اشوف مثلا الان هذا الفيديو شوف الان اتحاد مرتب مع الجي بي سي ار ما ادري هذا سيميليشن يعتبر شو سيميليشن يعني حكاة بالحاسبة ويعني تعطيك يعني انتراكشن شبيه بالحقيقي يعني بعض انه بتتحد مرتب مع الجي بي سي ار بهي الطريقة زين انا شوف الان هل هناك تأثير على السلكتيفيتي اخر غير البوكيت هل اثر على السلكتيفيتي المؤثر من الفيديو يعني شو عندك يعني احتمال ان شيء اخر يأثر على السلكتيفيتي غير شكل البوكيت اللي داخل الجي بي سي ار نعم حجم هو يعني حجم المركب يعتمد على حجم البوكيت تمام داخل انا قصدي اكو شغلات اخرى بالريسبتر تؤثر على السلكتيفيتي غير البوكيت على الريسبتر هذا الريسبتر الاهم اللي نتهم معنا هل هناك شغلات اخرى تؤثر على السلكتيفيتي للدراج للجي بي سي ار غير شكل البوكيت تمكونات الريسبتر نعم تشمل ايش؟ المعلومات اللي تبقى دارسها المفروض يعني تكون يعني باني موشن تاخذ اي حركه تاخذ كونات الريسبتر انا قصدي بسيبتر نفسه ايش فيهم شيء يعني سلكتيفيتي على دراج دون دراج اخر غير شكل البوكيت مال الكارماين لازم موجوده ترى المكونات الكارماين الجواب يكون يعني مفيد ما جواب يعني اشكال الكارماين لازم تاخذ البوكيت هو نفس الحكي لما يعني شكل البوكيت راح ياثر على السلكتيفيتي صح؟ الدراج يشبه بوكيت بي سي ار معين مثل بي سي ار راح تحتاج معاه بس السلكتيف على هذا تهم هاي لكن اكو شيء اخر غير شكل البوكيت حتى السلكتيفيتي يعني جي بي سي ار جي بي سي ار يقدر يعني خلينا نقول يعني دراج بس يسبب على جي بي سي ار بدون جي بي سي ار اخر ما فقط اعتمادا على شكل البوكيت كي دي وكل شيء ممكن حتى تحط مع بوكيت كي دي انا قصدي اكو ميكانيزم اخرى للسلكتيفيتي غير الفيتنس على شكل البوكيت انت فيديو هذا اديله الجواب بس ده مش مهم الفيديو اعطاه هو جوابين موجودين
سرعه الانتراكشن هذه ما تقاس يعني هذا هو كل سويتشات، كل سويتشات بها سايت او ريستر سايت وغيرت مع الانتر سايت هو ممكن الاتجاه مع المركب يعني اتجاه راح يكون متقلب هو بس بيسمع كل اتجاهات اللين راح يكون يجي يشعر عدل اللين والله يسمع ترى الريسبتر يكون ثابت يعني نقدر نغير بالمركب نقول هو عندك الاكسبتيفيتي الجي بي سي ار اضبط العشره البوكيت اللي هو نعم الاكسبتيفيتي مال الريسبتر والريسبتر فليكسبل حتى البوكيت ما فليكسبل ايضا يعني الفليكسبيلتي لكن انت لاحظت انه الان واضح جدا لاحظ الريسبتر طلع اي جي بي سي ار فعمل اول شيء انتراكشن مع الاكسترا لوبس هاي الانتراكشن هذا الان باي مكان مع الاكسترا سيلر لوبس هذا انتراكشن باي مكان هذا اول شيء تشلب على الريسبتور من تشلب معنا شويه بحسب فرصه انه يدخل من داخل تزداد مما تشلب هاي البدايه تشلب البدايه فرصه انه تدخل تكون ضعيفه وهذا اللي يسمونه اكسترا سيلفر لوب وهو خارج الخليه هذا يعمل تعمل ايش؟ يعمل كانه يفلتر الركبات الداخل يبغى الركب يجي الان اذا تشلب مع الاكسترا سيلفر لوب البدايه مليح فرص دخوله تكون اعلى اذا ما تشلب مليح فرص دخوله تكون ايش؟ أقل. فهذا يحكي معنا إما عمل إيش؟ إنه عمل فلتر، إنه يفلتر مركبات، ويدخل مركبات دون مركبات أخرى. يعني شو عندك حارس على البوكيت يعني حارس فوق البوكيت. فلتر حسب شنو يعني؟ على الانتراكشن يبقى صار هو هذا حسب السيكونس من هذا إكسترا لوب، إكسترا لوب إنتراكشن مع مركبات دون مركبات أخرى. يميل لمركبات دون مركبات أخرى. بيصير إنه إيش؟ سيلتر على المركبات دون مركبات أخرى. فانت عندك الان الجي بي سي ار سيلكتيفيتي ما تقضي على شكل البوكيت لكن عليش على الترشح مع الاكسترا سيلر لوز احيانا اشوف الكيو اس اي ار شكل البوكيت ما مناسب للنهي يعني ما يفرق في مره ليش كان معادله مع الثاني يعني لما تقول ركب هذا اللي لها من تو بوكيت الهنج تو جي بي سي ار ليش صار سيلكتيف على هذا بدون سيلكتيف من الثاني؟ يعني بسبب ايش هو؟ الاكسترا سيلر لوز البداية اللي يعني تراكم معاه تكون أفضل. هي من كم معنى تراكم؟ يعني كم معنى تراكم بداية قبل أن يجي صار ما قلنا إحنا ال المقاطع تكون مع التيروسين، الاستايكولين ستريس، التيروسين هذا معنى مع سيرتا، بعدين كم معنى ريشة؟ هذا التحدي البداية هذا مهم. بس شو نقول هنا؟ التحدي البداية كمان مع الاكسترا سيلر لوز لوبات اللي خارج سيرتا. هذا التحدي البدائي مهم لأنه لو كان التحدي ثابت يمكنك قليلة فرص دخول المركب نحو الدار تزداد إذا كان التحدي البدائي ضعيف كلمات مرتفعة فرص دخول المركب تكون إيش ضعيفة فإيش أنت أنت مثلا سايد تشين في المركب أو شكل في المركب اللي تعمل تراشي مع هذه اللوبات بشكل أفضل راح تشلل بيها فترة أطول فرص دخولها تكون إيش تكون أعلى حتى وإن كان شكلها ما مناسب للبوكيت اللي بالداخل لأنه تشد الفترة أطول فوق راح تدخل على تكون إيش تكون أطول يعني فهمت إيش مثلاً لما قاعد تشد إلا إذا كل شيء فوت من الأرض أنا مثلاً أقوله ما من أهل هذه المكان يعني واضح ولا هو يعني قد ما تشد يعني إحنا شفنا معه واضح فحين تشتيب إيش عمل ملحة كنا هذا من السؤال عندك الآن تشد كل شيء فات معناه وشوف ما نعمله بوقت لكنه شلل مع الاكسترا سيلر اذا هذا يعني هاي نقطه مهمه بالنسبه للسلكتيفيتي غير شكل البوكيت وانا راح اذكر عندك عده انواع من ايش من الـ من الـ من الـ يعني يو اس اي ار رولز قوانين يو اس اي ار تتوقفون شويه استراحه؟ نطلب استراحه بعد استراحه كويس طبعا كمان نشوف الدفتر إذا كانت هذه الجروب كبيرة
لو كان مركب من الفا كاربون شو حيصير فيه؟ يصير مونو امين اوكسيديز ريزيستنت فكانت ارتباطه يصير يعني ضعيف يعني بس 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 سلكت سلكت يعني شو عندك الآن مثلا مثلا على سبيل المثال شوف شخص مثلا خلينا نقول مثلا يعني خلينا نقول شو ايش معنى دور في السلك؟ يعني احيانا الشخص مثلا من يعني يحبوا عنده من الافينيتي سلك يعني مثلا على سبيل المثال شخص كشي يعني نص بس بده يفقد الشهيه مالته وماليه سياق المواد جماله كان ايش هو الان ان كان عنده يعني صحيح جسم كشي يعني نص لك بس نص عنده لو افينيتي اصبح سلك شيء ما في شيء اذا احيانا مرات اي من تكون لها افينيتي قليله مع هذا الكلام يعني ممكن مختصر شو بهذا الشكل مثلا هذا الشكل يعني لاحظ مغناطيس عند المغناطيسين قوي وضعيف المغناطيس القوي يسحب كل الضغط أنا كان حجمه بس لو تصير ضعيف شو حيصير؟ ما كبير إذا تلاحظ المغناطيس صار ضعيف صار سلكت نفس الشيء الدواء الدواء يتحمى كل السيكتورات شوية عمله شوية ضعيف ايش يميز بين السيبتر والسيبتر؟ تحت معارض؟ لا تحت معارض، هاي تحت معارض. طيب دكتور ما تسوي فانت بس انت الان دائما راح تلاحظ انه من زيد السلكتيفيتي والمركبات ايش راح يصير معي؟ غالبا بتقل المركب السلكتيفيتي عالية لكن ايش راح يصير؟ سلكتيف كيدي راح يصير واضح على هذا كيدي مرته اقل من الثاني بس السلكتيف عليه والكيدي مرته ارتفعت على اثنين واضح؟ لكن واحد على واحد على واحد بقى شوية إيش أقل من الثاني بس ما سلكت على الأقل هذا مبدأ سلكتيفيتي طبعا هو يعني هذا هذا في غلط في كله هي إنه تقول عندك الأكتيفيتي يصير ما هو سلكت زين عندك هذه الناتج تكون متأين في الوقت اللي تراشم مع سلكت الثاني هذا فهذا هيدروكسيل جروب مهمة اللي تراشم البارا هيدروكسيل جروب أكثر أهمية من الميتا هاي البارا هي أكثر أهمية من الميتا وبالتالي احيانا غير الميتا لكن فرض غير ما غيره شفنا الان المركبات اللي شفناها من قريب مثلا الميثايل كوين السالبيوتامول ذاك الفورمالديهايد خلينا نقول فورمالديهايد امين ايضا عندنا ممكن لكن غالبا الفرض ما بيصير شلون السبب من البارع؟ نعم سبب البارع يعني هي البارع يعني مهمه للاكتيفيتي الانتراكشن مع السيرك مهمة، الفلتريشن مع اللوب مهمة، المهم يعني بقية أحسن يعني ماشي. لأنه إذا شفت راح يتضرر من ذلك. الجروب معناها إذا كان عندك الميتا متبدلة، هاي جروب كربوني دائما تكون هذا فوق الجروب. عندك الأويد على البيتا بوزيشن، هذا مهم الانتراكشن مع السيرك. الدوبامين
على دي بدور بين دور تامين دي كاروسيليشن بس البيت هاروسيليشن يتحول دور تامين إلى دور تامين على فوق ويا البيت بيتا 2 احسن بيتا 2 سيلكتيف بيتا في هون بيتا 2 هون احسن بيتا 2 سيلكتيف يعني اقل بيتا وعلى بيتا 2 هذه الروبوت عم تحط كل المركبات وايد هو على البارك بوزيشن وانت نفس ما تغير لكن كسر التغيير كسر كثير على البيتا بوزيشن تغير بعد كل شيء يعني عندك هذا اللبي هذول لو قارنته مع ايش؟ مع الكوماتيور مع بعض ايضا بينفورم الديفايد ولكن هذاك ايش؟ تركيا انتابلس شو انتابلس؟ طبعا الاختلاف عند الستيريو كيمستري بهذا المكان عند الاختلاف ايضا بالصعيد ف ظاهر ان المركب يعني القاعده ذكرناها اللي هم السلكتيفيتي هي ما بتعطيك اوكي لوك اذا تحكم فيه بالنسبه للنصف اصابع انتاجونست يعني انه المركب ايضا قد يعني يصير اورينتيشن داخل الفوكيت طريقه يعني يوزع فوق هذا المكان شبيه جدا بالكروماتيرول لكن هذا انتاجونس بتلاحظ انه اذا قلنا انه اذا كان الديسايشن كانت كبيره بتطلع خارج الوقت يعني ماشي يعني كان الديسايشن هذا طبعا جدول بين اخطاء مع الموضوع غير بالنسبه على الايدي للمركبات بالنسبه للالتم فاتو بينهم بينهم طبعا المركب شوف انه اذا كان عنده يعني عشان نقول مثلا كما كانت الكي دي اقل كان المركب سيلكتيف اكثر بس هذه يعني تكون باخطاء لازم بالنسبه للجروب هذه اللي هي ار 1 طبعا هذه ذكرنا انه مسؤول عن الثلاث فاتو مسؤول كذلك عن الاوسيليشن الهيروسيل جروب على الأروانتيك رينج إذا كانت متجاورة باين تو الفانونيك فاتو ركب إذا كان بينهم يعني فايب أو إيش يصير عامل سيلكتيف على إيش على البيتا كذلك المركبات اللي بيها يعني تحويرات في هذا المكان راح يصير ريزيستنت إيش للكاتيكول أو ميثايل ترانسفيريز اللي هي سبب ميتابوليزم هذا المكان فشوف المركبات اللي بيها يعني موديفيكيشن كونسيستنت كاتيكورو ميثايل ترانسفيريز. هذا المركب أصلاً ما بين يعني ميتا ميثايل. ما يسمى ميتابوليزم كاتيكورو ميثايل ترانسفيريز. يشتغل على هذه الرؤيه. وأيضاً يكون عنده إيش؟ يكون عنده مور هايبرفيليك يسمى لوك ديريشن أوف أكشن. في نايت ليف ميتا أرامي أيضاً بيها رؤيه على أنا ما بيها رؤيه على
سيرفر يعني تشتغل كانها في 9 ايثيريوم لانها مع سيرفر لاحظ هذول كلهم ايش دايركت شلون دايركت لانه ما بيهم فارور فارور اهم من الميتا اذا مين فارور في المركب طيب الميتا مع سيرفر عادي تشتغل معي ان شاء الله اللي في دريم لكن هو يشبه كثير جدا يشبه ايش؟ يشبه عندك الادرينا يعني اسمها بالنورج فما كان معنا سيبه لكن خطوة شوية بروك زي اللي بروك بالنسبة طبعا لهذه المركبات هي مش الشركات اللي اول يعني حوارتها كلها في تقراها على الموضوع هذا ايضا مختصر اخر للتحويرات اللي حددها انا مركبة تأثيرات على مراقب بسرعة فقدنا زيادة الصايص وزيادة السلكتيفيتي تقلل الميتابوليزم والمونوسيليز كذلك كمان عندك الصايص بهذا الجروب ايضا عشان الركبات تصير تو سلكتيف وتقلل الميتابوليزم والمونوسيليز بس تلاحظ الميتابوليزم اللي هي تقل عن الترانسبيريز تبقى نفسها يعني الهارت لازم تبقى في بوكسو لكن الاسيد مالته بالمونوسيليز تزحف راح بسرعة يعني سيركوليتد الدراب في الجسم حيكون نفس الهارد بسرعة بس بالساينابس حيكون أطول حياته لأن أول مرة نفسيز ما دويش يعني ما يأثر عليه الإثاري قلو عندنا عدد في هذا البوزيشن زيد البيتا بيتا سيلكتيفيتي زيد الأبسوربشن زيد الأبسوربشن زيد السيلكتيفيتي المرة بحسبها بالفليب كل ما كانت بالنسبة لكاتيجور أو إيج جروبس قلنا بارا هي من الميتا مركبات ما فيها بارا هناك مركبات اللي فيها بارا قد يكون فيها ميتا وما فيها ميتا أيضا راح تشوفوا أن التغيرات بسبب سلوكي طبعا يسمون السير ميتابوليزم السي أو إم تي ميتابوليز على ميتا كاربون هاي يسمي ميتابوليزم السي أو إم تي السعب نوعا ما يمتحن مع السيطرة يكون غالبا عند نقولات أعلى ما
بيمكن البولاريتي على مشروع على البريفيرال سيستم اكثر مشروع على السنترال سيستم. فالاف بي مثلا يعني استعملنا ليش استعمل الدي مثلا يعني مثلا بدي كونجستن ان ما مركب اخذناه راح يبقى بالتيشي نفسه فرص دخول السي ان اس ضعيف وبين عمان ولا لا. لكن لو اخذت انا في تامين او مركبات ما بيها او اتش سي هاي بولاريتي عندك تختار سي ان اس اكبر تكون لها سي ان اس سايد راح نجيب شويه بولاريتي شويه بولاريتي حتى لازم على السي ان اس. زين هون الكيس الصادق كيف تطورت مركبات البيتا تو سيلكتيف؟ الناس طوروا قلنا غيروا السايد تشين وكذلك غيروا الوايج جروب كالكاتيكول وايج. هذا الكلام ذكرناه قبل شوي لكن اكو شغله انه المركب اصبح بينه تحول من كاتيكول الى ريسورس نود. هذا الشكل يسمى ريسورس نود. هذا يسمى كاتيكول. الريسورسي نول بشكل هذا يعني تكون العلاقه بين الاويج ميتا يعني تكون اورثو في الكاتيكول. ليش يعملون ريسورسي نول بدل الكاتيكول؟ كانت غايته انه يجعل مركب ستيبل اكثر، مركب راح يدخل يعني كانتي اسمنت صح؟ الاسمنت. لازم يكون نوع ما ستيبل حتى تقدر تعمل ريزش فوق مطين المريض. بس حساس للضوء وتاكسد بسرعه، فقالوا يحولونه من كاتيكول الى ريسورسي نول حتى يصير مور ستيبل. لكن شافوا طبعا انه الكاتيكول افضل من الريسورسي نول. في طرف شمال، فرجعوا شعملوا اضافوا ميثايل على الكاتيكول حتى يجعل من الكاتيكول. يعني ايش اخذ مثال هون على حتى ليس الكاتيكول فما يكون انستيبل. يعملون شبيه بالكاتيكول بس هو ما كاتيكول. اضافه ايش؟ ميثايل بهذا البوزيشن. فما كان يستعملون ريسورسينج اللي هو مور ستيبل ورجعوا مره اخرى شبيه بالكاتيكول حتى يكون ايش؟ المركب يصير يقل يحافظ على الشكل. لكن ايش اضافوا ميثايل حتى المركب يصير ايش؟ مور ستيبل. فيكون مور ستيبل حتى ايش؟ عن مثال. فهي وسيله تطوير الدواء ما فقط هي حصول على مركبات سيلكتيف واكتف، احيانا اكو مشاكل بالفورميوليشن اللي على الناس يصنعوا مركبات يعني فيها اضافات جديده لان غالي عندها يعني يسمونها ايش؟ يعني فورميوليشن ريكوايرمنتس يعني تجيب ريكوايرمنتس يجعلها انه يجعل مركب من الاضافات ما لها علاقه بالاكتيفيتي لكن لها علاقه بالستيبلتي. الستيرو ايزومر هذا شكله كلش مهم يعني هذا يكون عندك ار وعندك ايضا بحاله الادرينالين كله ار بوزيشن. الار هو الاكتف والاس هو يعني الاين اكتف. فاذا تغيرت موقع الاو اتش راح يفقد المركب الانتراكشن مع الريسبتور. هذا الانتراكشن يفقده اذا تغير هذا صميم من ار تحول الى اس يفقد المركب الانتراكشن مع الريسبتور وبالتالي تحصل يعني هنا فلازم يكون ار بوزيشن. اذا قلنا نقول يعني تقريبا كمان نجي نطلع على تعريف المركبات كيف تطورت مركبات اللي اصبحت شارب السيستم كيف الناس حولوها جعلوها من بين السيلكتور انواع الموديفيكيشن اللي صارت على الانوسايد تشين وعلى كاتيكول جروبس. حتى بعد ذلك راح نكمل راح ناخذ الان مركبات سيلكتيف مع الفا 1 او الفا 2 كيف الناس جعلوها سيلكتيف عن استعمال طريقه ايش؟ طريقه التقرير الفنتي. بعد ذلك راح ناخذ الانتاغونست كلها كلام على الاغونست كيف نصنع مركبات الانتاغونست على الانرجي سيستم هذا شو أنا أقول في المحاضرة القادمة. أكو سؤال بس بسام. ترى لو تنزل المحاضرة؟ يوم إن شاء الله إذا تميت في قدمات يعني نزل إن شاء الله. أكثر من شو تقول إذا استمعت يعني خصوصاً. هذا دي. سيستم والأوت بايننج تو سويتش. دي. 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 دي.
بيها وجه. دي جواب دي اكثر التصوير كافي زي التصوير خلصنا.